وعندئذ إذا مولاي أذن نقدم الفزورة بكلام موجز. تسمح يا مولاي تتفضل وياي ننزل المدينة تشوف التكية والناس اللي هي بتاكل وتشرب وتصرف ما هي لا شغلة ولا صنعة زي بقية الناس ما بيضحكوا على مندو قال علشان كالناس. هذا حق. يبقى بأي حق تعمل تلك العملة وتشجع على الكسل؟ لو ما انتش مصدق اتفضل وحقق وانا خليك بنفسك تقول المثل. من هؤلاء؟ ناس أم تماثيل؟ تنابيل تنابيل براميل زنابيل تماسيح طرافيل تاكل ترعة من غير صنعة تنابيل 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 براميل زنابيل تماسيح طرافيل تاكل ترعة من غير صنعة تنابيل تنابيل. هي ذكية ولا وسية أفواه وشوارب وجتت وأوارب الواحد فيهم قد الفيل. انظر يا فخمتك شايل شايف يا عظمتك شايل انظر يا فخمتك شايل شايف يا عظمتك شايف. قتلونا شردونا قتلونا احسبونا في النهاية والكناية والإضافي والهدايا واللي سبك واللي شبك واللي حبك واللي لبك واختمونا وكرمونا واعلمونا وخطبونا للعمل مش هتلاقونا. سامع يا فخامتك سامع شايف يا عظمتك شايف سامع يا فخامتك سامع شايف يا عظمتك شايف. دي أوامر سلطانية منذ إنشاء الدينية دي أوامر سلطانية منذ إنشاء الدينية. دول عواط ليا وزواير ياكلوا كل هذا شيء مرفوض وأمر غير جائز لقد فتحتها للمرضى والعجائز. اطردوهم واحملوهم فوق عربة وابعدوهم وإلى البحر احذفوهم. نحن
في المرعى. اطلع فيهم يا اسطى يلا لأقرب درعة. دي أوامر سلطانية فلتغلق التكية ويمنع الكسل وتربة المهية والقيمة الإنتاجية على قدر العمل ولا يشطب المثل. قالك ايه؟